السلام عليكم. اليوم نروحوا للولاية بجاية لنقف على الأشغال نتاع المستشفى الجديد لمحاربة السرطان اللي راه قيد الأشغال ببلدية أميزور، إذا في ولاية بجاية. إذا واللي المشروع هذا اللي وقف عليه والي ولاية بجاية، إذا نخليكم تابعوا الفيديو حول هذه الزيارة نتاع الوالي إلى موقع المشروع نتاع المستشفى مكافحة السرطان بأميزور. والسلام عليكم.